قاعدين ننتخبوا في مجلس النواب وبعد بخش على انتخابات رئاسية، كيف مجلس النواب وكذا؟ هذا متعب في الوصول. هذا بالنسبة للموقع. بعد السياسة المطبقة هي تأخير الإعلان الدستوري وانتخاب ورئيس دولة وما فيش دستور يقود البلاد، عشان هو القانون مثلا اللي عدم وجود دستور. عدم وجود دستور. قيسوا عليه الكلام هذا اللي نحن نقوله، علاقة ارتباطية، علاقة ارتباطية بالضبط. شمس خلي حد دخلي كم. فلا لازم اليوم نكون جادين في الموضوع هذا، لأن بناء النجاح اليوم ناخذ في الشكل اللي قدام كم هذا، ناخذ جميع العوامل منه فيها ويوظفوا فيها ويستخدموا فيها في الاستخدام اللي هو يخدم كلهم حسب من الزمن. مش نتحاور معك معناه أنا هذا أنا مستعد للتنس لو كان ما هذا وليش. شوف التعريف لو في اي كلمه مش واضحه في اي مصطلح يبي توضيح ممكن نناقشوا معك. لا خليني. بسم الله الرحمن الرحيم. مفتاح الحشيبي مدرب دولي وميسر مع منظمة آيفوس المنظمة الانتخابية، ومدرب في منظمة ليبية للتنمية. قدمنا لدرنا بناء على طلب من المنظمة الليبية للتنمية لإجراء مجموعات التركيز. الغاية والغرض من العمل اللي قمنا به في درنا هو عبارة عن تحديد الأشياء أو إنذار مبكر الأشياء اللي قد تسبب أحداث عنف انتخابي في الاستحقاقات القادمة في المستقبل في مدينة درنا. اجتمعنا بمجموعة من النشطاء والبارزين والعناصر الفعالة في المجتمع الدرناوي، تطرقنا عطيناهم العوامل الرئيسية اللي قد تسبب العنف الانتخابي، هم من خلال تجاربهم ومعرفتهم بالواقع الدرناوي عطونا مجموعة من الملاحظات وهم حاليا يشتغلوا عليهن، اللي حيكون انذار مبكر لحدوث عنف انتخابي واللي يمكن علاجها وتداركها قبل حدوثها لإنتاج أرضية صلبة للعمل الانتخابي في مدينة درنا. المستهدفين من المحاضرة هذه؟ المستهدف هم مجموعات تركيز، المستهدفين منهم النشطاء والمؤثرين وأستاذ المجتمع المدني واللي لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية وعلى معرفة بأحداثيات المجتمع الدرناوي أو تركيباته وعاداته وتقاليده وكل ما